عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الحليوة اللي زوينة بزاف وسهلة وبسيطة، ما فيها لا فران لا حتى شي حاجة، يعني كتحضر في وقت قياسي. غادي نخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير. الطبق الاولى كنحتاجو للبسكوي ولهذا الفروماج فخي، او ممكن تعوضوه بياغورت بنكهه الشوكولا اللي تفضلوا. بالنسبه للبسكوي غادي ندير تقريبا 250 غرام ونبداو على بركه الله. الاولى غادي نطحنوا البسكوي على حسب نتوما الطبقه، الا بغيتوها تكون غليظه او رقيقه، على حسب المول ديالكم كذلك، واش كبير واش صغير. وغادي نزيد عليه كما قلت لكم الفرماج فخي او الياغورت او ياغورت بنكهه الشوكولات اللي كتفضلوه. نطحنوا، ما نطحنوش مزيان، خليوه هكايا مهرمش باش يجينا داك تجينا ديك التقرميشه وما يجيناش معجن. جيبوا المول فاش غادي نخدموا ضروري يكون كيتحل من الجناب، اولا ممكن تاخذوا غير اطار وديروه ديريكت فوق الصحن ديالكم. انا دابا غادي ندير البسكوي في المول. ما بسطوا مزيان في المول غادي ندخلوا دابا للثلاجه وندوزوا نصيبوا الطبقه الثانيه ان شاء الله. المقادير ديال الطبقه الثانيه غادي نحتاجوا فيها نص سطر ديال الحليب، كريم باتيسير، سكر سنيده، واحد الياغورت باي نكهه، موز او فانيلا، و تقريبا 50 غرام ديال الشوكولات الاسود. كنحتاجو جوج معالق ديال كريم باتيسير او بودره الكاسترد، و السكر سنيده تقريبا جوج معالق. نحركوهم مزيان ومن بعد غادي نردوهم فوق البوطه. اختارت لينا لا كريم، غنزيد عليها واحد المعلقه ديال الزبده، يعني اختياريه، هي كتعطيها واحد اللمعان لهاد الكريمه هذه. ودابا غادي نزيد ليها نصف علبه ديال الياغورت. تقريبا جوج معالق، وغادي نخلي النص الاخر حتى نزيدو مع الطبقه ديال الشوكولا. تلاحظوا هذا هو القوام ديالها، فهي اصبحت واجده. دابا غادي نخرج المول ديالي من الثلاجه. دابا غادي نكبوا الكريمه فوق الطبقه ديال البسكوي وغادي نردوها للثلاجه. داب لي الشكلاط وزدت عليه الياغورت وزدت عليه ملعقه ديال الزبده، كتعطي واحد اللمعان زوين للشكلاط. غادي نجبد المول ديالي من الثلاجه وغادي نكب عليه هاد الصوصه ديال الشكلاط. بعد ما درت عليها صلصه ديال الشوكولاط نزينها بالكوك او جوز الهند، بالنسبه للتزيين زينوا بلي عجبكم. انا غندير واحد الخطوط. ديالي هي من بعد ما بردات مزيان غادي نحيدها من المول ديالها كيفاش كتجي. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل كيف ما كتشوفوا، يجيو دوك الطبقات. هانت هاك دوق، هاك حل فمك، حل حل حل. كي جاتك؟ ها زوينه؟ زوينه؟ يلا سير. عجبتكم التحليه اللي اقترحت عليكم اليوم؟ ما تنساوش ديروا لي واحد لايك واشتركوا في القناه باش ديما يوصلكم كل جديد. وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.